جددت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي التأكيد على استمرار جهودها ومساعيها لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين. وشددت اللجنة خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للبرلمان على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، فضلا عن تأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة. نثمن ما قام به القادة العرب على مستوى قمة البحرين، دعينا إياهم إلى تضافر كل الجهود لبلوغ هذا الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا. الشيء الآخر الذي طبعا أكيد سوف نتحدث عن الوضع الحالي في فلسطين وخاصة في غزة وما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني من خلال هذا المتقطرس الذي للأسف ينأى بعيدا عن كل القانون الدولي وعن كل القرارات هيئة الأمم المتحدة، بل ذهبوا إلى تقطيع ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي داعين طبعا لكل شعوب العالم الحر سواء شعوب عربية أو إسلامية أو شعوب إفريقية أو شعوب العالم الحر إلى تضافر جهودهم كاملة لبلوغ ما يسمى على الأقل توقيف الحرب هذه وفتح المعابر لحصول الشعب الفلسطيني في غزة حتى وفي الضفة الغربية على الغذاء وعلى الدواء لينعم بحياة كريمة كبقية الشعوب العالم. انفتاح تم على الدول الأوروبية، وده كان جديد في القضية الفلسطينية. شايفين طلبة الجامعة وشايفين الشعب الأوروبي النهاردة رافض النظام الذي يقوده رؤسائه، ورافضين طبعا من دفع ضرائب من دماء إسفاف للأطفال والنساء. وبأكد أن مصر مستمرة بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هذه القضية قضيتنا الشخصية. مصر هي أول دولة وكمان كل الدول العربية لمساندة القضية الفلسطينية، بس احنا عشان دي حدود، فالحمل علينا ربنا يقدرنا عليه ويقدر السيد رئيس الجمهورية عليه. وبنقول كفاية تشكيك في دورنا في مساندة القضية الفلسطينية، التاريخ يشهد مصر ضحت قد إيه في هذه القضية.